وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم فهم في بحبوحة من عذاب الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أوضح مثل يوضح هذه الآية، لو أن أب مثقف ثقافة عالية وعنده ابن يعلق على تحصيله العلمي آمال كبيرة، فجاء هذا الابن بالجلاء وأخذ صفر بالرياضيات، والأب معلق آمال كبيرة جدا على تقدم ابنه العلمي، فأراد الأب أن يؤدبه تأديبا شديدا، نظر إلى ابنه رآه مصفر اللون، دعاه إلى الطعام لم يأكل، معه مبلغ جمعه في الأعياد، بحث عن أستاذ الرياضيات حتى يدرسه دروس خاصة. فلما رأى الأب ابنه مهموم وخايف متألم ألم شديد وحيضحي بكل مدخراته المالية ليأخذ كم درس خاص، هذا الوضع بالابن يمنع الأب من أن يعاقبه. فأنت في بحبوحتين، بحبوحة طاعة الله وبحبوحة الاستغفار. أنت يعني لا سمح الله لو أنه إنسان عصى، في عنده بحبوحة ثانية أن يستغفر، يعني إما أنك مطيع لا سمح الله الثانية، أو أنك عاصي. إذا مطيع ما في مشكلة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وهل نجازي إلا الكفور. إذا بالطاعة ما في مشكلة، طيب بالمعصية طيب شو تساوي؟ نستغفر. فقلت استغفروا ربكم. فأنت في بحبوحتين، بحبوحة الطاعة وبحبوحة الاستغفار، حينما تستغفر تؤجل العقاب. لذلك الاستغفار من الأذكار، يعني في بعض الأحاديث علم عبدي أنني أغفر الذنوب فاستغفرني. فالواحد لا يأس، الأكمل أن يكون في طاعة الله دائما. لو أخطأ باب الاستغفار مفتوح على مصراعيه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال إذا قال العبد يا رب مستغفرا وهو راكع، قال الله له لبيك يا عبدي. فإذا قال يا رب وهو ساجد قال له لبيك يا عبدي. فإذا قال يا رب وهو عاص قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني ورد بالآثار لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. يا داود هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين. لا تقنط من رحمة الله، استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نتائج الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا، معنى إذا في نقص شديد بالغذاء وبالدخول في ضعف الاستغفار. دخل على الإمام الحسن البصري رجل قال يا إمام إني أشكو الفقر، قال استغفر الله. دخل عليه قوم آخرون قالوا يا إمام نشكو شح السماء، قال استغفر الله. دخل عليه رجل قال إن امرأتي لا تنجب، قال استغفر الله. قاعد واحد شو الشيخ هذا، لا تنجب استغفر، فقير استغفر، مطر ما في استغفر. قال له أو كلما دخل عليك رجل تقول له استغفر الله؟ قال له أما قرأت قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واضح الآية. فالذي أراد أن ينجب يستغفر الله، الذي أراد المال فليستغفر الله، الذي أراد أن تمطر السماء فليستغفر الله. يعني في مشكلة قلته أقول هذا كثيرا، إذا الله عز وجل قنن يقول لك ما في شغل
ما في مال، ما في دخل، يعني الله ما معه. بدي كلام دقيق. الله حينما يقنن جل جلاله يقنن تأديبا لا يقنن عجزا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني الخيرات في الأرض لا تعد ولا تحصى، لكن في تقنين، تقنين تأديب. الحل أن نستقيم على أمر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني ما قولك أن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا، غني عن إفقارنا، غني عن مرضنا، غني عن خوفنا، عن همنا؟ لماذا نهتم؟ لماذا نمرض؟ لماذا نفتقر؟ لماذا نخاف؟ لأنه يؤدبنا. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. ورد بالأثر القدسي: أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني اصطلح مع الله، فهم عليك. يريدك، يريدك تائبا. الدنيا تأتي بشكل عجيب إن اصطلحت مع الله ولم يكن هناك خطر عليك من الدنيا، تأتيك وهي راغمة. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني هذا دافع من دوافع الطاعة لله عز وجل. أحد الصحابة، يمكن سيدنا أبو الدرداء، قيل له: احترق محلك. قال: لا، لم يحترق. لك يا أخي احترق، شفنا بعيننا. قال: ما كان الله ليفعل. واثق من طاعته لله عز وجل، واثق من دفع الزكاة. فلما ذهبوا ليتأكدوا كما قال فعلا ليس محله، فبشروه قال: أعلم ذلك، أعلم أن محلي لم يحترق. إذا أنت كنت مع الله عز وجل، الله يلقي بقلبك الطمأنينة، يلقي بقلبك الأمن. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآية الأخيرة أيها الإخوة: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أوجه تفسير لها الآية: ما لكم لا تطمعون برحمة الله ولا تخافون من عذابه. لك شخص قوي من بني جلدتك، من بني جنسك، إذا كان أقوى منك وما بتقدر تسترحمه بتطيعه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، كيف تزهدون فيما عند الله من نعيم أبدي. معنى ذلك أنكم لا ترجون لله وقارا، وكيف لا تخافون ناره. مع ذلك، معنى ذلك أنكم لا ترجون لله وقارا. أخواننا الكرام، شخص قوي له عندك وقار، ترجو ما عنده وتخشى ما عنده. إنسان، لكن أنت موقن أنه قوي، بيده شيء سمين يعطيك أو يمنعك، فأنت مع إنسان ترجوه، فكيف مع الواحد الديان؟ خالق الأكوان لا ترجو جنته، لا تخاف عذابه، لا يقتضي أن لا يليق بك أن تقرأ كلامه وأن تفهمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. الوقار، لما لا ترجو جنته ولما لا تخاف ناره، لما لا تخشى وعيده، لما لا ترجو وعده، لما لا تطمع في رحمته، لما لا تخشى من عقابه. معظم الناس الغافلين يحسبون ألف حساب لإنسان، ألف حساب، ولا يحسبون لله حساباً واحداً.
يخاف على سمعته، يخاف على حريته، يخاف على ماله، يخاف على تجارته، يخاف على مكانته، يرضي هذا، يرضي هذا، يدعو هذا، يبارك لهذا، يهنئ هذا، يزور هذا، يحرص على سمعته. ما لكم لا ترجون لله وقارا الذي خلقك. إذا إنسان قدم لك شيء تشكره مئات المرات، والله عز وجل منحك نعمة الوجود، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد، لا يستأهل أن تشكره؟ لا يستأهل أن ترجو رحمته وأن تخشى عذابه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني لا واحد حوله أشخاص كثيرون، في شخص مهم جدا لو اتصل فيه حاضر تعال إلي بعد ربع ساعة بكون عنده، له وقار، لو كلفه بتكليف بيتنفذ التكليف بحذافيره، بعد نصف ساعة تفضل سألت هذا الجواب. شوف لاحظ نفسك، إذا واحد كلفك ما لك كثير مهتم فيه تنسى، سألت لي والله نسيت ما تأخذني، أمنت لي إياها والله نسيت. إذا واحد كلفك وما له قيمة عندك تنسى رأسا، ما بتنفذ شيء. طيب هلأ إله عم يأمرك، عم يوعدك، عم يخوفك، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا؟ وقد خلقكم أطوارا. كنت حوين لا يرى بالعين، 500 مليون حوين بيساوي سنتيمتر مكعب، 500 مليون من حوين لبويضة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين إلى طفل صغير لا يتكلم ولا، بعدين تطور من حال لحال. تلاحظ الآباء والأمهات طلعوا أسنانه، أحدث ضجة بالبيت، مشي ما كان يمشي، طلعوا أسنانه، بعدين صار يحكي، بعدين صار اجتماعي، يشكر يحترم، بعدين نظف، إذاك نظف. وقد خلقكم أطوارا، بعدين دخل مدرسة، بعدين حفظ الفاتحة، حفظ كم نشيد، بعدين كتب، يكون الألف مايلة والبي طالعة وهي نازلة، لك كتب، شوف هذا خط ابني، بعدين أخذ شهادة ابنه، بعدين كبر، بعدين تخن صوته، بعدين بلغ أبلغ، بعدين أخذ بده يشتغل، بعدين بده يتزوج، بعدين أنجب أولاد، بعدين بده يربي أولاده، بعدين بده يزوجهم، بعدين بلتفت لصحته بده 50 دواء صار، بعدين طلع نعوته. وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. من طور لطور لطور، شوف واحد بال15 يطلع كل 5 درجات سوا، بالنزلة كل 10 سوا، إذا في درابزين بينبطح عليها بالأسف بينزل، شوفه بال80 بحط رجله على الدرجة بسحب الثانية درجة درجة. وقد خلقكم أطوارا، يعني كل سن له ترتيب، وكل سن له اهتمامات، وكل سن له هموم. قبل الزواج يبحث عن زوجة، داخل بمتاهة البحث عن زوجة، هي متاهة. الزواج قصيرة لا طويلة، بتم 2 سنين زمان عم يوازي يا ترى غلطت ما غلطت، بعدين الموضوع انتسخ من عنده، اجى موضوع الأولاد، صح أولاده درسوا ما درسوا، تعلموا ما تعلموا، تزوجوا ما تزوجوا، يعني كل سن له ترتيبات، هي أطوار. طيب الإنسان ماشي بهالطريق الإجباري، آخر محطة الموت، آخر محطة الموت، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني ألا ترجو رحمته؟ ألا تخاف عذابه؟ لك والله إنسان بيخوف، تعال عنا ما بتنام 5 أيام ما بتنام، إنسان وما لك عامل شيء، الواحد الديان، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، قليلة هي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.